هم من بكى العالم على صور مذابحهم منذ سنتين، ثم ما لبس أن نساهم كعادته. إنهم أطفال الأيزيديين، أو من نجا منهم من تلك المجزرة في صيف 2014، والتي لا نزال نجهل الكثير عنها. إلا أن ثمة من يتذكرهم. سراج ديفيد، ناشط أمريكي ياباني، تطوع لإعطاء دروس باللغة الإنجليزية للأطفال الأيزيديين في محاولة منه لمساعدتهم على تخطي ذكرى المآسي التي عاشوها. ديفيد الذي وصل منذ 3 أشهر إلى داهوك في العراق يؤمن بأن العلم هو أقوى سلاح لمحاربة الدولة الإسلامية. Some people they feel like they want to fight Daesh. You don't have to fight Daesh by picking up a weapon. You can fight Daesh by being right here and helping the community and its victims. This is my way of fighting Daesh. I'm helping their victims, the innocent Yazidi people. I want people to help them because they've been victimized unjustly. We can all fight Daesh by doing good things in our community, and this is one of them, by giving back to the Yazidi people. وفي الانتظار إلى أن يأتي حل ما، ها هم يبحون بصوت عال ما يشعرون به اليوم. Hello! Say, we love Kurdistan!